بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض كونسبت 3 ليسن 3 لايت. والدرس ده بيتكلم عن الضوء. اللايت في حياتنا شيء مهم جدا، لانه بيخلينا نشوف الحاجات، وفكره ان انت تشوف معتمده، او you can see by light، والفكره دي معتمده على reflection of light to your eye، انعكاس الضوء لعينك. فمهم جدا انك تعرف يعني ايه لايت، يعني ايه ضوء اصلا. لايت it is a visible form of energy. اللايت هي نوع من انواع الانرجي. خلي بالك ان في كلمه اسمها انرجي يعني طاقه، في مثلا هيت انرجي. الهيت انرجي بتخلينا نبقى دافيانين مثلا، او مثلا في عندنا ساوند انرجي بتخلينا نسمع، في عندنا لايت انرجي دي بتخلينا كان سي، بتخلينا نعرف نشوف. وخدنا قبل كده ان كلمه فيجن يعني رؤيه. فإت إز أفيزيبل فورم أوف إنرجي، هو نوع من أنواع الإنرجي. ذات ترافلز إن فورم أوف لايت ويفز، يعني بيتحرك على هيئة موجات، يعني بيخرج من اللمبة مثلا ويوصل لعينيا، أو بيخرج مثلا من الكشاف، أو بيخرج من التلفزيون ويوصل لعينيا وهكذا. طب هو إزاي بنشوف؟ إحنا بنشوف عن طريق إن اللايت ينزل على الحاجة ويتعكس يرجع لعناية. كان زمان في العصور القديمة جدا كانوا فاكرين ان عينينا هي السبب في الرؤية من غير الضوء، يعني اللايت ملوش دعوة، يعني عينيك لو سليمة تشوف حتى لو في الضلمة، تشوف في النور وتشوف في الضلمة وتشوف كل هذا. وبعدين قالوا لا يا جماعة، العين دي ما هي الا ريسيفر بيستقبل اللايت. فلو انت قدامك كورة، الكورة دي نزل عليها اللايت، لما ينزل عليها لايت يبتدي يحصل ريفليكشن تو يور ايز، لما يوصل النور لعينيك بياخد صفات الكورة دي وانت بتشوف الصورة بتاعت الكورة دي. فلازم النور ينزل على الكورة عشان تبان قدامك وتبتدي تشوفها. فيقول لي لايت ماست باونس اوف، باونس اوف يعني يرجع، ريفليكت يعني must bounce off an object into the eyes. The eyes send messages. الاي بتبعت messages to brain، تبتدي العين تاخد النور ده وتبعته للمخ، او تبعت يعني اشارة للبرين. Where the brain او ال informations دي is proceed، او بتن هي صلاة processing ماشي. So the brain interprets the messages and او as image of ball، يعني بيبتدي ان هو يترجم الرساله دي ان هي صوره كوره. يبقى انا في عندي بول، عندي كوره، والكوره دي نزل عليها اللايت، اللايت رجع للعين، حصل انتربريتيشن، حصل ترجمه لللايت ده، المسج دي ان هي دي صوره كوره، فالانسان بيفهم ان دي صوره كوره. لو كانت صوره بطه بيتخيل بيبقى عارف ان هي دي صوره بطه، لان النور بيرجع لعينينا وعينينا بتوصل للمخ تقول له الحقيقه مخ احنا بنتفرج على بطه مثلا يعني. طيب في نقطة هنا مهمة، بيقول لي ايه؟ It is much easier to see objects in the bright light compared to object in dim light. يعني انك تشوف في اللايت الواضح، النور الواضح، اكتر من النور الضعيف. Dim light يعني النور المنخفض. In absence of light، لو كان بقى مفيش ضوء اصلا، مفيش light اصلا، هل تقدر تشوف في الدارك؟ Can you see in total dark؟ انت تقدر تشوف في التوتال دارك. I can see in completely dark places. انا ما اقدرش اشوف في المناطق الضلمه تماما، because there is no light، مفيش light to reflect to my eye. I see by reflection of by reflection of light to my eyes. ان اللايت يرجع لايه؟ يرجع لعيني. طب ما هو مفيش light فمش هشوف. ممتاز. طيب بيقول لي هنا ايه عشان تشوف، طبعا هنا بنعيد الكلام تاني، بيقول لي for human to see light must fall on object. هو بيقول لي بقى بعد كده ايه. في الاي دي ليها special eye structures. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجة غريبة بتحصل في نوعية معينة من الانيمالز زي الكاتس مثلا.
الكاتس لما تيجي انت تكون ماشي في الشارع ساعات بالليل كده، تحس ان عين القطة منورة، تحس ان عين الكات منورة، او الدوج مثلا تحس ان عينيه منورة، بس بتبان قوي في الكاتس. طب هي عينيه منورة اللي تحس ان في عينيه من جوه في مراية، تحس ان عينيه من جوه فيها مراية. فيقول لي ايه special eye structures، او special eye structure deer, horses, cats and dogs have a feature that relates to the sense of sight called ايه بقى اسمها ايه الصفة الغريبة اللي عند الكات دي، اسمها tiptum lucidum. اسمها غريب شوية، اسمها tiptum lucidum. التيبتم ليسيدم هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انعكاس الضوء جوه، انعكاس اللايت جوه الاي نفسها، inside the eye، في زي طبقة في الاخر خالص في العين، في بعض الانيمالز مش في كل الانيمالز خلاص، بتبقى موجودة هنا. تيبتم لوسيدم، التيبتم ليسيدم دي بتعمل ايه؟ هو بيقول لك دلوقتي ادي في مثلا هنا اوبجكت، الاوبجكت ده نزل عليه الضوء فتعكس لعينيا، لما اتعكس لعينيا في جوه هنا حاجه اسمها تيبتم ليسيدم. التيبتم ليسيدم دي بتعمل ايه؟ بتعمل ريفليكت باك تو ايه؟ تو لايت، يعني النور ايه يبتدي يتعكس تاني، فتحس ان النور خارج من العين، فده يخلي الانيمال ده يعمل فيجن اكتر، يخلي عنده رؤيه اكتر. تعال بقى نقرا اللي احنا قلناه ده كله ونفهم الموضوع اكتر. لو انت مش فاهم انا قصدي ايه هشرحها لك تاني سريعا. ادي اي، دي عين، العين دي بتاعت شخص، سوري بتاعت قطه، بتاعت كات، وفي هنا اوبجكت، او خلينا نرسم الاوبجكت بشكل احسن. في هنا اوبجكت اهو، انا عاوز اشوف الاوبجكت ده، النور نزل، اللايت اللي هو اللايت نزل من اللمبه مثلا واتعكس لمين؟ واتعكس لماي اي. كده خلاص المفروض النور لو قوي انا هشوف، لو ضعيف مش هشوف. يقول لك لا، الكات والدوجز والديرز والحاجات دي والانيمالز المنوعيه دي عندها في الباك بتاعه العين بتاعتها، في الاخ في الـ في الانر بارت، في الجزء اللي جوه، عندها طبقه او منطقه اسمها تيبتم ليسيدم. تعمل ايه التيبتم ليسيدم دي؟ ريفلكت لايت باك، ترجع النور تاني، فتلاقي اللايت ايه بعد ما هو كان دخل خلاص يبتدي اللايت يرجع تاني لبره العين، يبان يتعكس تاني على الاوبجكت تاني فيبان اكتر، فاهم الفكره؟ فيخلي الرؤيه احسن. فيقول لي مثلا ايه بقى، تعال نقرا الكلام ده. طبعا الكلام ده مش حفظ، الكلام ده فهم، ولما هيجي لك السؤال هبقى ادربك، انا هدربكم ازاي الاسئله بتيجي. يقول لي هاو تيبتم ليسيدم وركس، وين ذا لايت انترز ذا ايز، لما النور يدخل، سوري لما اللايت يدخل جوه العين، اوف ساتش انيمال اند فول اون تيبتم ليسيدم لاير، ات باونسز اوف it like a mirror، بيتعكس زي المراية بالظبط، أكن مراية عكس الضوء. فيقول لي the light that eyes don't detect at first، اللايت اللي العين ما شافتوش في الأول أو ما حسيتش بيه في الأول، أو الجزء بتاع الضوء اللي أنت ما خدتش بالك منه، passes through tiptum lucidum and get bounced back for second time، يرجع تاني، يبقى النور دخل ورجع تاني ورجع تاني وهكذا، يفضل رايح جاي أكنه قدام مراية، فالحاجة تبان ايه؟ فالحاجة تبان خصوصا في النايت تايم، خصوصا في الوقت بتاع الايه؟ الليل. يبقى اهم جزئية في النقطة دي هي فكرة تيبتم ليسيدم، ودي موجودة في الكاتس، والفانكشن بتاعتها increase the intensity of vision، بتزود حساسية الايه؟ الرؤية عند الانيمالز دي، to enable these animals to see at night. بتمنى تكونوا حبيتوا الجزئية دي وفهمتوها. إن شاء الله نكمل في الفيديوز اللي جاية بقية الشرح. بتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معكم مستر أحمد الباشا، باي باي.